ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. برج العذراء هنتكلم على توقعات الاسبوع الثالث لشهر مايو العام 2022. مبدئيا احنا عندنا الاسبوع الثالث هيكون فيه كتير من الايام الجيده، بس في ايام شويه معاكسه في نقاط معينه، يعني معاكسه في يعني هننصح فيها نصيحه معينه. طيب بالنسبه لنا الاسبوع كتوتال عام كده، انت عندك وجود الشمس ببرج الثور لحد يوم 20، ده بالنسبه لك بيكون كتير من الايجابيه، كتير من الحاله اللطيفه، كتير من الاعتماد روحانياتك في كتير من امورك، احساسك وقتها عالي جدا خلال الفتره دي، خاصه بالنسبه لك الفتره اللي هي يوم 15 ويوم 16. يمكن تكون عندك احلام بتتحقق، احساس بيبقى قوي جدا شديد جدا، ليه معنى مهم جدا، ده اكتر حاجه هتكون متواجده بالنسبه لك. من يوم 21 بتنتقل الشمس لبرج الجوزاء. طيب خلينا ان احنا كده نتكلم على، طب من يوم 21، يعني يوم 21 ويوم 22 هتخلي بالك اصلا من نقاط معينه انا هتكلم عنها دلوقتي، وكمان بسبب تاثير الشمس انت هتخلي بالك من العقود، الاوراق، تخلي بالك من القرارات جدا جدا جدا. تعالوا الاول نتكلم على شكل الايام، وهكلمكم على 21 و22 دول عشان قصتهم شويه مطوله. طيب انت الايام ايه الافضل ليك؟ هو يوم 19 ويوم 20، كانهم يومين بيقولوا لك الحقنا الحقنا، يعني استغلنا. يعني برج العذراء يوم 19 ويوم 20 حلوين قوي، في انك تتقدم، انك تخلص مشاوير، اجراءات، تعاملات، انك تنقذ نفسك، انك انت تحاول تقرب من فلان علان، تستفاد بخبرة الاخرين، ان انت تسمع نصيحة من الاخرين، ان مش غلط تماما ان انت تقول لحد انا عايز اخد رأيك في امر ما، مش غلط خالص ان انا اشوف شخص هو نجح في ايه فاعمل زيه، مش غلط خالص ان اشوف شخص وقع في ايه ما عملش زيه. فاذا احنا يعني يجب عليك التعلم من الاخرين بما مر به الاخرين. برج العذراء بالنسبة لك عندك اليومين دول هيكونوا حلوين قوي قوي في ان انت تبقى بتبتدي حاجة مهمة، تخلص اجراءات ورقية او اجراءات قانونية، لان اليومين اللي وراهم مش الطف حاجة. طبعا انت عندك يوم كمان 17 ويوم 18 هتخلي بالك من نقطة صغننة قد كده، وهي الخلافات العائلية، الانتقادية في التعامل العائلي. اليومين دول هنخلي بالنا بس فيهم في النقطة دي، لان ده ممكن يهدد استقرارنا ويحصل فيه خلافات عائلية. اما اليومين بقى اللي هم فعلا فيهم حذر شديد قوي بقى، يوم 21 و22 القمر موجود ببرج الدلو منزل الصحة، وكمان الشمس هتكون موجودة ببرج الجوزاء منزل العاشر. طيب انت بالنسبة لك فيما معنى هذا؟ معناه ان انت لازم تخلي بالك كتير على الوضع الصحي، من التقلبات الصحية والتقلبات النفسية، يعني ممكن تمر بضغوط نفسية تأثر كتير على نفسيتك، تخليك متهور، تخليك انك مش قادر، تخلي جسمك واجعك، تخلي عندك يبقى فيه تعب يأثر على جسدك. لازم تخلي بالك كويس قوي قوي من الضغوط النفسية او القرارات اللي ممكن توقعك في ظروف خاطئة او توقعك في مشاكل. لازم تبقى عندك حرص شديد جدا يا برج العذراء على التعامل مع الاخرين، مش اي حاجة اقول عليها مش اي حاجة اقول عليها لا، مش اي حاجة ابقى فيها انتقادية. لازم اخلي بالي كويس قوي 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 من كلامي، من طريقة كلامي مع الاخر. لازم تكون واخد بالك كمان وتتحكم في رياكشنات وشك، في لغة العيون بالنسبة لك. بصوا برج العذراء من الاشخاص اللي لما يبقى مش طايق اللي قدامه يعمل له كده، عارفين اللي هو النظره اللي هو ايه، هقوم ملطشك بالقلم، عارف الجو ده برج العذراء كده، لما يبقى مش طايق حد بيبقى النظره اللي هو هقوم اضربك او اديك بيه. فعندك ده جدا، يعني مش عايزين اللغه دي تبقى باينه، مش عايزين اللغه دي تبقى باينه، بالعكس حاولوا كتير تلهوا نفسكم. يعني لما يبقى احنا بنتعامل مع شخص مش طايقينه نلهي نفسنا عنه، مش عايزين ما نقعدش في القعده بتاعته دي، قاعد هو كده نقعد احنا كده، فاهميني اقصد ايه؟ فالمهم ان احنا نتجنب هذا الشخص، لان لغه الجسد ولغه لغه جسدك واشاراتك، وكمان لغه الوجه بالنسبه لك وتعبيرات وشك ولغه عيونك، كل ده بيؤدي الى ان الاشخاص دي يبقوا قاعدين لك بالمرصاد، يبقوا متغاظين منك فيحاولوا يستفزوك اكتر، وانت غير قابل للاستفزاز تماما خلال اليومين دول، فيما بعد اليومين دول، فيما بعد اليومين دول. فلازم يبقى عندنا حرص شديد، الله لا يسيبكم. طيب برج العذراء، اذا احنا اتكلمنا على شكل الايام، تعالوا نتكلم على الوضع المهني. الوضع المهني بالنسبه لك انت هيكون عندك كتير من جملة بسيطة جدا، انا لما ارجع هشتغل واعمل كذا 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 كذا، انا عايز اخلي بالي من شغلي واعمل مش عارفة ايه وايه وايه وايه،
ولا بتعمل اي حاجة خالص. في عندك ان انت من جواك عايز تبقى حاجة كتير مميزة في الشأن المهني، وفي نفس الوقت بتتكاسل عن ده نتيجة لظروف معينة اللي ليها علاقة بتأثيرات عائلية، تجمعات عائلية، جدل في الشأن العائلي او جدل في الشأن العاطفي. فده بيخليك ان انت تتكاسل نوعا ما من العمل. كمان انت هتكون عندك حذر شديد جدا من الخلافات المهنية وامور الاستفزاز في الشأن المهني، يعني حاول على قد ما تقدر انك انت ما تدخلش فيه منافسات، لان للأسف احنا مش هنكون قدها يا برج العذراء. مش انت لوحدك على فكرة، انا بتكلم بلغة توقيتات معينة. انت ممكن توقيت تاني اقولك ده انت تنافس وتقعد تحط رجل على رجل وتبقى اللي قدامك كده تتحداه وعينك في عينه، واوقات تانية يبقى لا. زي كل برج بيمر بظروف معينة ليها علاقة بهذا القبيل. انت بالنسبة لك الوقت ده مش حلو للمنافسة، ومش حلو للامور الجدلية تماما. اذا الوضع المهني احذر من اعدائي، واحذر من ان انا ادخل في نقاشات ممكن ان هي تزعلني فيما بعد. طيب اذا الوضع المهني وضحت لكم اسباب المشاكل فيه ايه. طب احنا تجنبنا ده، يبقى الوضع المهني عندك رائع. حاولوا كتير ان انتوا تتجهوا ناحية الامور الروتينية في الشأن المهني، اللي هو ما بلاش جديد في الامور المهنية. ممكن ان انت تدخل جديد في خلال يومين بالنسبة لك يبقى فرصة، او يسموا فرصة 19-20، ان انت تعمل جديد في الشأن المهني دول فرصة، بس الجديد بتاعك يكون محصور في هذا اليومين، او في شكل اليومين دول، ما يبقاش قبل ولا بعد. اذا كنت قدرت ان انت تستغل اليومين دول في بداية امر مهني جديد، بالنسبة لك الحظ هيبقى حليفك. تمام. اما بقى بالنسبة الوضع المهني، كمان الخلافات العائلية والجو ده هيأثر كتير، وده بيأثر على الشأن العاطفي. يعني لما اجي اتكلم على الوضع العاطفي هحذرك من حاجة صغيرة كده في بداية الامر، رغم ان انتوا كتير معجبين بيكم جدا، وكتير هيبقوا عايزين ان هم عارف اللي هو فكرة لولا الملامة كنت جيت خطبتك، انا كنت لولا الملامة كنت جيت كلمتك، وانا مش عارف انت رد فعلك ايه. عندكم ده جدا، ففي اشخاص عايزين ان هم يقربوا منكم. بس الفكره للناس المرتبطين بالفعل، ما بلاش كلام مع الحبيب. يعني عارف فكره ان انت دخلت البيت مع الحبيب، ما بلاش ان انت تدخل بمشاكلك المهنيه تقابل بيها الحبيب. ما بلاش ان انت تقعد كل كلامك مع حبيبك على شغلك وعملك ودنيتك وي 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 وي. خلي بالك، لان برضه هيكون في اساليب استفزازيه من هذا الامر. يعني ده ممكن يضايق الحبيب، خاصه لو الحبيب ده من ابراج ناريه او ابراج هوائيه. خلي بالكم كتير، عشان انا بحب جدا جدا التفاصيل. يعني بحب كتير ان انا اهتم جدا بالتفاصيل الصغيره في الشأن، الامور الحياتية الخاصة بالبرج نفسه، لان يهمني كتير ان الحياة تبقى مستقرة اكتر عند كل الناس. عندي كده في مش عارفين بيبقى حاجة زي مرض حساسية كده، من مثلا من الجو مش عارفة ايه. انا فعليا بتعصب، جسمي بيوجعني جدا لما بلاقي مشكلة عند حد. ده والله فعليا، ومش بكدب عليكم، والله فعليا كده. فببقى اكتر حاجة بحاول احافظ عليها ان احنا ازاي نتجنب المشاكل، نتجنب الخلافات، نتجنب العكننة ليس الا. فاذا برج العذراء عندك مشكله مهنيه، ما بلاش ان انا ادخل بيها مع الحبيب. ممكن نتكلم في الوضع المهني، بس بعد ما احنا نبقى دخلنا في المود بتاع البيت، بتاع السقف اللي مقفول علينا. فاذا ده المطلوب منك في الشأن العاطفي لكل اتنين مرتبطين، خاصه ابراج ناريه وابراج هوائيه. طيب برج العذراء، اذا انت عندك ان هيكون كمان العكس صحيح، بمعنى انت لو بتتعامل مع اشخاص، مع الحبيب بالنسبة لك، وكان عنده هذا الطبع، حاول على قد ما تقدر ان انت بطريقة غير مباشرة، بطريقة غير انتقادية، توضح لهذا الشخص ان انت اللي محتاجه منه ان الشخص ده ان هو يبقى قريب منك لأجل المشاعر. او لو الشخص ده طبعه ناري، يعني برج ناري او العقرب، فحاول على قد ما تقدر، العقرب المائي، حاول على قد ما تقدر ان انت اللي تقرب، ان انت اللي تطبطب، ان انت اللي تبقى حنين. اذا انت بدرت بالحنية هتلاقي ان هو نسي كل مشاكله، هيبقى معاك حنين جدا، وبعد كده افتح معاه في مواضيع العمل. اذا كان عندك نصيحة ليه تقدر توجهها له في الشأن المهني من ضغوط مهنية، لان الضغوط المهنية اللي بتقابلهم مش مشاكل، لا، الضغوط المهنية ان هم عايزين يبقوا حاجة، وعايزين يعملوا حاجة كبيرة قوي، وعايزين يصلوا لهدف مميز قوي، بس مش عارفين. في ضغوط، في كسل، في ان بعض الاشخاص اللي هم معترضينه دايما. فدي هي نوعية المشاكل اللي بتقابله، يعني مش مشاكل سخيفة كبيرة. يعني
طيب برج العذراء ده الوضع العاطفي، رغم ان زي ما قلت لكم عندنا معجبين كتير جدا 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 واشخاص اللي هو عايزين يكلموكم ان هم عايزين يرتبطوا بيكم جدا، ده بيستفاد بيها الناس اللي هم مش مرتبطين او الناس المنفصلين. طيب بالنسبه للناس المنفصلين من ابراج ناريه او ابراج هوائيه بالنسبه لك زي برج الجوزاء، نخلي بالنا كويس قوي ان احنا ما نعلقش نفسنا بحبال دايبه، لكن الابراج المائيه زي برج العقرب، برج الحمل برضو الناري، انت برج السرطان، برج الحوت، انت عايز ترجع لهم، انت بتفكر فيهم كتير، بس اذا كان في طرف ثالث في هذا الامر حاول كتير برضو انك ما تعلقش نفسك بحبال دايبه. الجديد بالنسبه لك افضل بكتير، لان في جديد، لان في حياه جديده، لان في مشاعر ممكن تتولد جدا جدا خلال الفترات القادمه. تمام، يعني عايزاكم تبصوا لنفسكم اكتر، بصوا لان انتوا تكونوا مميزين اكتر، انتوا عندكم اهتمام بالنفس حلو قوي 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 يا برج العذراء، مهتمين بشكلكم ومظهركم، قد ايه اصلا انتوا حلوين جدا جدا بطبيعتكم، بس الفكره كلها ان انتوا اهتموا كتير بنفسكم اكتر لتحسن الحاله النفسيه. ليه؟ لان الفتره اللي جايه هتبقى كتير فيها معجبين وكتير فيها تحسن هايل حقيقي. بتمنى كتير اني اكون فدتكم، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.